الرحمن الرحيم. بسم الله تجلى في علاه وتفرد بالعظمة في علياء سماه، أصلي وأسلم على رسول الله صلاة تصلنا بك وسلاما يسلمنا من عذابك وبركة نستكسر بها من ثوابك. قبل أن نبدأ نهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف والأخوة المسيحيين الأقباط بالعيد الميلاد المجيد أو السنة الميلادية الجديدة، وأهلا بكم في هذا المؤتمر الهام. وقد أخذ على عاتقه الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية أنه سيتواجد في كل مكان يدعم القضايا المصرية، قضايا البناء وليست قضايا الهدم. أهلا بكم مرة ثانية، وأرحب بالسادة الحضور على المنصة، معالي الدكتور الأستاذ الدكتور الحبيب الحبيب النوبي رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ورئيس النادي الدولي لسفراء السلام ومحدثكم فكر السعيد الأمين العام للاتحاد الدولي، ومعالي الأستاذ الدكتور علي عبد النبي عضو المجلس الرئاسي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. معالي الدكتور، أرحب أولا بالشاعر محمد الخولي رئيس لجنة الشعر والأدب بالاتحاد، والأستاذ محمد عبد المجيد عضو الهيئة العليا ونائب رئيس الاتحاد، والأستاذة أمل العناني عضو المجلس التنفيذي لشؤون المرأة بالاتحاد الدولي. والمستشار عادل ميخائيل، أهلا وسهلا به، مستشار رئيس الاتحاد الدولي للشؤون السياسية، وفضيلة الشيخ دعيم الشهاوي، الأستاذة العزيزة سلوى طرخان عضو المكتب العام لشؤون المرأة، الأستاذة عبير سليمان مساعد رئيس الاتحاد الدولي لشؤون المرأة والعلاقات العامة، الأستاذ حسن توني مساعد رئيس ائتلاف شباب جامعات مصر، معالي الدكتور اللواء أحمد فؤاد القاضي الخبير الأمني والمعروف، أهلا وسهلا، الأستاذ مجدي بسيوني عضو المجلس الاستشاري بالاتحاد الدولي، سعادة المستشار سعد سامي نائب رئيس الاتحاد للشؤون البرلمانية، أهلا وسهلا به، الدكتور عاطف مخلوف مخاليف النائب البرلماني السابق المعروف مساعد الرئيس العام لشؤون الانتخابات، الأستاذة مها حلم شريف عضو المجلس التنفيذي لشؤون المرأة، وأخيرا الأستاذ محمد وجيه عفيفي مفكر سياسي ونائب رئيس العام لشؤون العمل الميداني. مرة ثانية أرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الهام، ونحن كاتحاد دولي معني بالأساس مساندة مؤسسات الدولة المصرية في هذه الفترة. أرجو من كل مرشح، بما أن المرشح الآن لم يعد يعني مغرما الترشيح في هذا البرلمان، لأنه بصراحة شديدة أصعب برلمان تمر به الدولة المصرية، فأرجو من كل مرشح أن يضع أولويات اهتماماته بمساندة برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يقترب من الفقراء وأن يكون شغله الشاغل مراقبة الحكومة
والمساهمة في إصدار التشريعات التي تؤدي بنا في النهاية إلى بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة التي نأملها جميعا إن شاء الله. وحضراتكم تعلمون أن يعني العطاء هو شعار هذه المرحلة. وأذكر حضراتكم يعني هناك ثلاث آيات كريمات تلخص المرحلة الإنسانية يعني تماما: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره. والفاء هنا في اللغة العربية هي فاء التعقيب، المتابعة السريعة. فعمر الإنسان يعني لا يقاس بعدد السنوات، إنما يقاس بمدة العطاء أو سنوات العطاء. ويحكى أن هناك يعني في قبيلة قديما كانوا إذا مات أحد الناس يكتبون على قبره توفى فلان عن عمر يناهز، ويكتبون من خلال لجنة تشكل وتحدد وتقيم سنوات عطاء هذا الرجل، فيقولون إن فلان توفى عن عمر يناهز 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، وهكذا كان التقييم سنوات العطاء. حتى أنهم ذات يوم مات فلان ولم يجدوا له يوما واحدا من العطاء، وكان يدعى أحمد علي جبر، فكتبوا على قبره توفى أحمد علي جبر عن عمر يناهز من بطن أمه إلى القبر. فنحن يعني مطالبون أن نتحرك دائما في بناء جدار الدولة المصرية في هذه المرحلة. ويعني الوطن يستحق منا الكثير، الوطن المصري. ومصر دائما كما يقولون تمرض لكنها لن تموت. وهؤلاء المغرضون الذين يحاولون أن يشدون المسيرة إلى الخلف لن يستطيعوا أبدا وقف مسيرة الوطن مهما قالوا. الوطن سينهض بأمثالكم من الشرفاء، سواء الناخبين أو المرشحين. يعني يغفر لي الأستاذ الدكتور محمد هاني، أرحب به على المنصة، وهو إنسان فاضل ومحب للاتحاد الدولي والدولة المصرية. أهلا وسهلا به. حتى لا أطيل على حضراتكم، الآن أنتقل بالميكروفون إلى كلمة الأستاذ الدكتور الحبيب النوبي، رئيس الاتحاد الدولي لسفراء السلام، رئيس الاتحاد الدولي ورئيس النادي الدولي لسفراء السلام، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برحب مرة تانية بأهالينا الكرام بمركز الصف، وبرحب بالسادة الزملاء على المنصة والسادة الحضور الكرام. بداية اسمحوا لي قبل ما أقول كلمتي وإحنا في أول أيام عام جديد، يعني أرى أنه من دواعي التفاؤل بهذا العام تزامن احتفالات عيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف، وأود أن أبعث برقية تهنئة لكل المصريين، بل وأرسلها إلى العالم أجمع، وإن شاء الله يكون عام استقرار ويكون عام العمل وتحقيق الأمل إن شاء الله. وخاصة ونحن على مقربة من حدثين هامين لبناء مصر الحديثة، قدامينا إحنا الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادي العالمي، ونحن هنا الآن من منطلق القيام بدورنا الوطني في مسؤولية اختيار النائب البرلماني الأنسب من أجل بناء مصر. عقدنا هذا المؤتمر اللي هنعرف من خلاله ومن خلال السادة الأفاضل الزملاء على المنصة ما هي معايير اختيار النائب البرلماني وأهمية المرحلة، ولكن ولعل ما أرى الحديث عنه شخصيا في هذا العنوان الذي ينقسم إلى شقين، أولهما معايير الاختيار وأهمية المرحلة اللي هو يعني بداية نهضة مصر. فأنا شخصيا بأسمي بداية نهضة مصر اللي هي الأخلاق.
خلينا نرجع شوية للخلف ونتذكر كلمة الحائز على جائزة نوبل في 2002 في الاقتصاد والسلوك دانيال كانيمان. ده كان عالم نفس أمريكي إسرائيلي ولد في تل أبيب في إسرائيل سنة 1934، وكان والده رئيس الأبحاث الكيميائية في مصنع كبير. حصل على أول درجة من الجامعة العبرية في القدس. قال إيه؟ قال إن نهضة أي أمة لا تعتمد على القوة الاقتصادية أو القوة الصناعية أو القوة العسكرية أو الموارد الطبيعية، ولكن على أخلاق المواطن. إن الأخلاق لا تورث ولكنها تعتمد على البيئة، أي يمكن تغييرها إذا صلح المجتمع وقضى على الفساد، حيث أن الضمير ينشأ في الطفولة من المنزل ثم المدرسة ثم المجتمع، وحيث أنه يعني بعد الثورة الإلكترونية بدأ الضمير يتأثر بالإعلام وكل مكوناته، الإنترنت والفيسبوك والتويتر وإلى آخره. وهكذا قامت ثورة 25 يناير و30 يونيو، وستقوم الأخلاق إن شاء الله بإذن الله بأن يكون الإعلام هادفا نحو القيم والوسطية والرحمة والعدل والعمل والعطاء والانتماء والتمركز حول الآخر. يعني انا اسمحوا لي ان يعني انا هتكلم في موضوع صغير كده. من يومين وانا ماشي في احدى شوارع دوله من الدول الاوروبيه، ومعي صديق عزيز يعمل سفير لامريكا في احدى الدول العربيه، وفجاه احنا وماشيين واذا بحادث سياره فارهه يعني تدوس امراه وتدهسها دهسا. وإذا وأنا ببص للمنظر يعني بقول لصديقي ربنا يرحمها خلاص يعني ودعت الحياة يعني، وكأنني مثلا قلت لي كلمة خارجة مثلا عن الآداب، فرد قال لي إيه؟ قال لي أنتوا أكتر بلد فيها أعلى نسبة وفيات بحوادث الطرق في العالم. فالمهم فأنا فقلت لي يعني تفتكر ليه؟ قال لي السبب الانفلات الأخلاقي. الانفلات الأخلاقي هو سبب المصايب اللي احنا فيها كلها، سواء سياسة أو اجتماع أو اقتصاد أو أي مصيبة بتحصل في العالم داخل مصر أو خارج مصر في أي مكان بسبب الانفلات الأخلاقي. فطبعا لما قال الكلمة دي بقول لي الانفلات الأخلاقي يعني تغضبت شوية عندما قال لي الانفلات الأخلاقي، وشعرت إيه كأنه بيشتمني بطريقة مباشرة أو بغيرها بقى في كلمته. بعد كده صمت قليلا وقلت له إيه كلامك صحيح طبعا، يعني مثلا إحنا عندنا هنا في مصر يعني ممكن واحد يعني يحصل على رخصة القيادة دون تدريب، والسرعه اللي احنا بنشوفها بقى في الشوارع والطرقات، مفيش انضباط في حارات الشوارع، الاستهتار، تناول المواد المؤثره على الانتباه والحاله النفسيه. ولان القياده يعني هي اخلاق وذوق واحترام الاخر، يجب ان تبدا اخلاقيات المرور من الطفوله في المدارس، فينشا الفرد وهو على وعي تام باداب المرور. هل يعقل ان يقود التوك توك اطفال في اقل من 15 سنه؟ الكلام ده معناه ايه في مصر هنا؟ معناه التسرب من الدراسه، معناه زياده الاميه، زياده الجهل. يجب ان يزهو المزارع والصانع بمهنتيهما ويفخران تمام باللي هم بيعملوه. ولا ننسى ضروره تغيير الخطاب الديني في مناهج التعليم والازهر الشريف في اولويات الاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفيه داخل وخارج مصر، هو دعم تنفيذ برنامج الرئيس السيسي ودعم تنفيذ برنامج مؤسسات الدوله في مقدمتها المؤسسه العسكريه وجهاد الشرطه ووزاره الخارجيه. والكلام ده كل اللي انا قلته بيعتمد على الاخلاق. اي انسان ما عندوش خلق ما تنتظرش منه اي شيء حتى لو كان ايه. الاخلاق والثقافة العلمية هي التحلي بالمصداقية، المسؤولية، الانضباط، الاتقان، الصدق، التعاون، روح الفريق. نحن نعلم ان العالم العربي ومصر تعود بروح الفريق، واخيرا تجاوز الذات. وانا ارى ان ده اللي انا قلته ده كله من اهم معايير انتخاب النائب البرلماني. كذلك الاهتمام بالثقافة الجماهيرية اللي الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية أخذ على عاتقه ولم يدخر جهدا، اللي دايما أسبوعا بعد أسبوع في ورش عمله ومحاضراته وندواته ومؤتمراته الجماهيرية اللي ليها أكبر الأثر في الأخلاق والثقافة العلمية. وزي ما قال الشاعر محمود درويش لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يأسنا. التفكير في الماضي به الهلاك، والتفكير في المستقبل إن شاء الله هيكون هو الحياة. لا يمكن تحقيق أهداف الثورة زي ما احنا كلنا عايزين هتتحقق دفعة واحدة. إننا في مصر نريد الإشباع الفوري، وده مستحيل استحالة تامة. وننقصنا يعني شيء من المثابرة والصبر والإصرار. يقول البعض يعني ماذا فعل الرئيس في خلال 6 أشهر؟ يعني هل وضع حجر الأساس لنهضة مصر؟ أرد عليهم وماذا فعلنا نحن في خلال 6 أشهر لمصر؟ أسف جدا إننا طولت عليكم، وأترك الحديث لزملائي الأفاضل على المنصة، وكل سنة وأنتم طيبين وموفقين إن شاء الله. شكرا أستاذ دكتور الحبيب الحبيب. يقول الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فنحن نحتاج فعلا إلى هذه القيمة العظيمة التي تضبط سلوك الإنسان. أنتقل بالكلمة إلى الأستاذ الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لشؤون لجنة الطاقة، في خلال 5 دقائق فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى رسل وأنبياء. كل سنة وانتم طيبين. أنا يعني فخور جدا إن أنا وسعيد إن أنا أكون هنا في الصف. أنا صراحة أول مرة أدخل على الصف هنا وأشوف أهل الصف. كنت دايما بطلع الزعفرانة عن طريق الكريمات وأعدي من ناحية الصف من برة أو أجي محطة الكهرباء اللي هي في الكريمات، لكن أول مرة أتشرف بالسادة أهل الصف، وربنا يديم عليكم نعمة يا رب، ويعود عليكم الأيام بخير، وكل سنة وانتم طيبين. يعني أنا الدكتور الحبيب والدكتور فكري قالوا جمل، ويمكن الدكتور فكري نهاها بالبيت الشعر بتاع إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبوا، ذهبت أخلاقهم وذهبوا، يعني هي الأخلاق الأساس. إحنا ولله الحمد عندنا ميزتين في حياتنا في مصر أو في المنطقة العربية عموما. أول ميزة إن إحنا عندنا كتالوجنا الأساسي اللي هو القرآن، وده كتالوج الرباني ربنا منزله لنا عشان نمشي عليه زي الكتالوج بتاع التلاجة والغسالة والعربية والحاجات دي، تمشي عليه حياتك تبقى كويسة. الحاجة التانية اللي ربنا ولله الحمد يعني عندنا موجود عندنا ان الخلية الأساسية عندنا في المنطقة هي الأسرة. يعني يمكن الدول الأجنبية الغربية والحاجات دي الخلية الأساسية عندهم الفرد الواحد، ودي فيها صعوبة شوية. الأسرة هي الأساس، ثم المدرسة، ثم الجامعة، ثم المصانع والمزارع والحاجات دي. الأخلاق دي كلها تتبني في المراحل دي. بالنسبة للمرحلة اللي احنا فيها مرحلة صعبة، وعاوزة لازم نتكاتف مع الرئاسة، ولازم نقف معاهم ونساعدهم، ونبقى ناس بتبني وما بتهدمش. الهدم سهل، البناء صعب، فلازم نصبر على بلدنا عشان الدنيا. ولله الحمد اللي انا عاوز اقوله ان مصر موقعا كجغرافيا موقع خطير جدا، وعليها عيون الدول العالم كلها. يعني انا احنا مصر شايله حاجتين، شايله هم الامه العربيه وشايله هم الدول الاسلاميه. لو مصر وقعت المنطقه دي كلها تقع. العرب يقعهم، هم عارفين كده كويس، واسألوا السعودية واسألوا الخليج واسألوا النزك، الأمم تقع. احنا علينا مسؤولية، خلي بالنا مسؤولية في المنطقة بتاعتنا ومسؤولية خارج منطقتنا. بالنسبة للمرشح، اللي هو ان شاء الله هيكون عضو مجلس الشعب، عنده مهام متطلبة على مستوى دائرته، ثم على مستوى محافظته، ثم على مستوى الدولة، ولازم يكون فعال، وبشعيب ان هو يستشير ناس علميين متخصصين سواء في الاقتصاد او سواء في الزراعة، سواء في الصناعة، سواء في المباني، بحيث ان هو يبقى كل مقترحاته مقدمة من خلال ابحاث ومن خلال مقترحات مكتوبة تقدم عشان نعمل رقي وارتقاء ببلدنا. اللي انا عاوز اقوله يعني احنا ولله الحمد، وانا زي ما الدكتور حبيب بيتكلم على الخارج، احنا بره اما تيجي توزن نفسك، اما تخرج بره وتوزن نفسك على المستوى العالمي في اي دولة في العالم، هتريك انت كعقلية احسن منهم. طب ازاي احنا عقلية احسن منهم ثم اقلوا منهم في المستوى؟ دي مشكلة الادارة، ادارة الموارد البشرية. أنا بتكلم على المرحلة الجاية، عضو مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشعب لازم يكونوا شايفين دائرتهم كويس، لازم يكونوا شايفين محافظتهم كويس، لازم يكونوا شايفين الدولة كويس. وأنا بقترح على الحكومة إن أعضاء مجلس الشعب لازم تاخد دورات تدريبية في أكاديمية ناصر العسكرية، ولازم تاخد دورات تدريبية في الأمن القومي. مهم جدا، لأن إحنا الدورات دي ما حضرناها ارتقينا مستوانا الاستراتيجي الى مستوى افريقيا والى مستوى اوروبا ودور الجوار. الحاجات دي لازم الحاجات دي تتاخد عشان يبعدوا مجلس الشعب عارف هو مطلوب منه ايه. الحاجة التانية زي ما قلنا، وخصوصا عضو مجلس الشعب مهم جدا ان هو يقدم مقترحات تفيد البلد في رقيها وارتقائها. وانا طبعا الموضوع ده كبير، ويمكن اللي قالوه الدكتور الحبيب والدكتور فكري قالوا جمل عاوزه
عاوزة محاضرات الواحد يشرح فيها، لكن احنا بنختصر. خلي بالنا ما نقلش من شأننا، احنا كأمة مصرية من أرقى شعوب العالم، وأرجو ان احنا نهتم بالحتة دي، ولازم نسبع العالم. يعني احنا 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 المفروض نبقى احسن من امريكا. لكن انا بقول لكم على المجال، ان انا واحد شغال في المجال النووي، واعرف قدر العلماء المصريين في النووية، واعرف قدر العلماء المصريين في الخارج بيعملوا ايه، واحنا احسن منهم وما نقلش من نفس من نعم حبيبي يا جماعة الصوت لو سمحتوا الصوت يا اخوان لو سمحتوا، الناس مش عارفه تتكلم، الناس عارفه بس لو سمحت. فيعني ارجو ان احنا بلاش جلد الذات، احنا كويسين. اللي انا برضو يعني بنبه عليه معلش، يعني انا وانا جاي في السكه، احنا من اول ما خرجنا من مدينه نصر لغايه هنا ما لقيتش روحه مكتوبه عليها اتجاه الصف، واحنا ماشيين عمالين نسال. ماشيين عاملين نسأل فين الصف، يقول لك امشي كده امشي كده امشي قدام امشي، هتحول يمين هتحول شمال. طبعا ده ما ينفعش. معلش مع احترامي، لان احنا من اهم مقومات بلدنا اللي هو السياحة، ما كانش بلدنا تبقى البنية التحتية مؤهلة للسياحة يبقى مش هينفع. ازاي يجي لك سائح ومش عارف يمشي في البلد؟ يعني مثلا لما اقذف في ميدان ما لقيش ولا ساعة ولا يلاقي دورة مية. يعني انا لو اتعذرت وانا جاي في السكة عاوز ادخل دورة مية اعمل ايه؟ يعني دي مشكله. فانا برجو ان ان شاء الله اللي هيبقى عضو مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابيه يهتم ببلده بقريته او ثم محافظته ثم بلده، واحنا مستعدين نكون له مستشارين في جميع الافرع. انا ممكن اجيب له مستشارين معايا في الاقتصاد في القانون، بس يقدم دراسات فعليه تنفع للارتقاء والرقي بالبلد. نهضه البلد هتيجي مننا احنا، مش هتيجي من حد، مش هتيجي من امريكا، مش هتيجي من 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 الغرب، هتيجي من المصريين. فارجو ان احنا نهتم بان اي مقترح ما يطلعش كده يقول حاجه من دماغه، لازم يقدم مقترح مدروس وفي ناس كتير ممكن تساعده، انا واحد منهم، وقتي ومالي ومجهودي ممكن اسخره لخدمه بلدي. فانا تحت امر المرشح اذا كان هيبقى عضو من الشعب، انا مستعد اقعد معاك كتير ويستشيرني في حاجات ونقدم مقترحات بناءة تخدم بلدنا وتخدم مجتمعنا. انا بشكركم ان انتوا اتحتوا لنا الفرصة ان احنا نكون متواجدين معاكم، انتوا اهلينا، انتوا خير بلدنا، انتوا اللي احنا هنرتقي بيكم، احنا بنفتخر بيكم. والله يعني انا بفتخر بعنصر المصري على مستوى العالم، وبقول لهم اتحدى ان يكون في حد زعل. انا من قيمة يومين كنا بنتناقش في موضوع واحنا داخلين على طالعين الجيش المصري طالع لغايه تركيا، الراجل الاجنبي بيقول اخطر شيء شفته في حياتي، كاتب في كتابه كده بيقول الجندي المصري واقف بيتضرب بالمدفعيه ليل نهار شهور شهرين وما استسلمش، ويموت منه الاف وما استسلمش. غريبه عنده ان الجندي المصري يصد هذا الصد، فاهم ازاي؟ ولله الحمد وصلنا لغايه تركيا، ولله الحمد، وكل المنطقة دي اكتسحناها. يعني اتفرجوا على يعني أجدادكم عملوا إيه وآبائنا عملوا إيه، إحنا فخورين بالمصريين وفخورين بمصريتنا، وربنا يديم علينا نعمة، بس لازم نرتخي ببلدنا عشان نبقى في صفوة الدول. وكل سنة وانتم طيبين وألف شكر. علي على هذه الكلمة، ويعني أطلب من السادة الحضور رجاء اخفاض الصوت عشان برضو يبقى نعرف يعني نصل الى غايتنا ان شاء الله لو سمحتوا. والحقيقة كل ما ذكره استاذنا الدكتور علي عبد النبي يعني يلقي على عاتق المرشحين مسؤولية ان شاء الله هم قدها، واحنا بنقول العلاء بيه العابد يعني موفق دائما ان شاء الله في كل خطواتك، وانت انسان وطني محب للدولة المصرية، وربنا يوفقك ان شاء الله. ارى الان اننا في صحوة، الى محتاجون الى صحوة سوف يقدمها لنا الشاعر محمد الخولي في مدة لا تزيد عن 5 دقائق، فليتفضل.
نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد. الشعر لما بنكتب بنكتب في هدوء، ولما ينسمع ينسمع في هدوء. قصيدتان قصيرتان، واحدة بالعامية عشان أبويا فلاح، وواحدة بالفصحى. القصيدة الأولانية تحت عنوان عمي صابر. الناس حدانا في البلد ناس طيبين، وجدرهم في الأرض مادد من سنين، والأرض دي يعني الشرف، وفي الشرف ما يفرطوش، لو حصوة فوق الجسر تاهت ما يناموش. بيخافوا من جرح الورود، بيخافوا من جرح الورود، ومن البارود ما بيخافوش. وابويا واحد منهم نايم في حضن الارض، حافظ 200 موال عن الوطن والعرض، فاتح كتاب ربنا والتوتة بص عليه، فاتح كتاب ربنا والتوتة بص عليه، والنخل طارح أمل، والشمس بتوضيه، ولما يبدأ كلامه على النبي صلي، ولما يبدأ كلامه على النبي صلي، ويقرأ سورة محمد والناس تصلي عليه. الناس حدانا في البلد ناس فلاحين، حافظين تاريخ بلدي. ما هي مصر من غير كتاب مقرية بالبلدي، ويا ما دق الطبول على الراس وبتعدي، واللي ظلم واعتدى وداس على أرضي كانت أمه داعية عليه، ما قراش تاريخ بلدي. يا عم صابر، يا عم صابر، وعم صابر فضل صابر ولا اتكلم، اقول له مصر في خطر يبكي ويتألم. ما انا بسافر واشوف وعارف الاتنين، علماني باع البلد والتاني متأسلم. يا عم صابر، كلاب الغرب سعرانة بيخربوا في البلد عايزينها تتقسم، وانا فلاح وانا خايف ومش مرتاح وبتألم. عم صابر فرد كفه على التوتة ووقف مشدود. عم صابر فرد كفه على التوتة وفضل مشدود، وقال لي سر البلد دي غاوط مالهش حدود. اياك تصدق في يوم ان البلد هتضيع، اياك تصدق في يوم ان الطريق مسدود. دول يا ابن حب الديابة بيطلعوا في الليل، دول يا ابن حب الديابة بيطلعوا في الليل، وزي بوم الخراب بيخافوا من الأناديل، دم العساكر معطر مصر بالمواويل. دم العساكر معطر مصر بالمواويل، والسيسي واقف أسد حامي البلد والنيل. وعم صابر، وعم صابر لقيت صبعه ألم أخضر، ودمع عينه على خده كما العنبر، فرد كفي وراح كاتب عليه سطرين، ده مصر جنة ربنا وأرض الحسين. وعم صابر لقيت صبعه ألم أخضر، ودمع عينه على خده كما العنبر، فرد كفي وراح كاتب عليه سطرين، ده مصر جنة ربنا وأرض الحسين. القصيدة التانية بوجهها لأعضاء مصر وعلى رأسهم قطر، واسمحوا لي ان انا هقولها بالفصحى.
سمي الله وسبح باسم الحرية، واجعل من شعرك تاريخا يروي الأحداث المنسية، واخلع عليك إذا وطأت يمناك الأرض المصرية. وأحلق صقرا فوق النيل من السودان إلى الصومال، ومن بغداد إلى عمان لسوريا، أبحث عن وطن وهوية. البعض تقول في زعم فرعون ابن فراعين يكتب بالخط الفرعوني على الأحجار الصخرية، لا ينسب للعرب ولا للبدو ولا عدنان ولا قحطان ولا صفوان ابن أمية. فرعون ينكرني أهلي، فرعون يحمل قرآنا ويصافح قصا باليمنى، هزم التتار ولم يرضى إلا الإسلام له دينا، علمهم معنى القومية. وجحيم النار على قطر إذ باعت عرض عروبتها، نامت ليلا حملت مسخا ولدت قردا ليسوق نساء قبيلته لعدو غربي يهوى أن يأكل لحم كرامتنا. والقرد ينادي بإصلاح كي يحكم مصر شياطين، لكن النيل به سر والأرض بثورتها أبية. إن كان البعض لهم نسب أو وهم في ذكر قضية، فالحكم صريح ينطقه نبض التاريخ ويغرسه نخلا مرويا من ذاتي، ويسطر هاجر مصرية، فاخلع عليك إذا وطأت يمناك الأرض المصرية.